a privilege to hear. يعني حظ حظ كويس انك تسمع. مكتوب ايه؟ لا سيمين ميزيكال اوكير، الاسبوع الموسيقي في القاهرة. سليم سدناوي اهو، ريسيتال مارسيل ماتا. لا كاركترستيك برينسيبال دو سون جو، يعني الميزة الواضحة الأساسية في عزفها، سامبل اتر لا فاسيليتي، السهولة. مارسيل ماتا هي أقدم أستاذ في معهد الكونسرفاتوار، واحدة من أهم أساتذة البيانو ومن أشهر عازفين البيانو في مصر. أنا مولودة في مصر الجديدة يوم 9 مايو 1931، مولودة في عمارة جميلة الحقيقة بقالها يمكن 100 سنة، مبنية على وقت البارون امبير اللي هو بنى مصر الجديدة، وعمارات لها طابع معين واسعة وكبيرة. هي ذكريات جميلة بالمصر الجديدة، كانت جميلة، جناين ونظيفة وحلوة. كان عندي أصحاب جنبي برضو كنت أروح لهم دايماً، وأنا كمان العمارة كانت جنب البازيليك، عارفة اسمها البازيليك، الكنيسة الكبيرة بتاع مصر الجديدة جنبها. يعني هي دي مصر الجديدة الأصلية، الأصل مصر الجديدة. جدودي من أصل لبنان، بس طبعا بابا وماما ماما مولودة في المحلة وبابا في القاهرة. كان خبير إعلانات، وكان بيشتغل مع الجرائد كلها، وكان يعني كان شغله كويس حلو ومثقف. بابا كان يعرف لغات، ودوني مدرسة فرنساوي ساكريكور بتاع مصر الجديدة، ساكريكور. فطبعا كانت اللغة الفرنسية أكتر من العربي، حتى في حصة العربي كنت أروح أهرب وأروح ألعب بيانو. وفي البيت عندنا كانوا بيتكلموا فرنساوي كتير، عشان برضو هم درسوا في مدارس في الجزويت والرهبات ومعرفش، فكان كله فرنساوي انجليزي. وحتى مصر الجديدة عموما كان مليانة ناس، يا شوام يا أرمن. طفولتي كانت طفولة سعيدة الحقيقة، وكنت البنت الوحيدة، وطبعا كانوا بيدلعوني كتير، وكانوا بيشبهوني لشيرلي تيمبل عشان كان عندي غمازات هنا كده، وكنت احب ارقص، يخلوني ارقص حتى على الترابيزه. وكانت ماما بتنزل معايا في وسط البلد في المحلات الجميله بتاعت زمان، وتشتري لي فساتين كانت بتيجي من امريكا، الموديلات بتاعت شيرلي تيمبل، يلبسوني زي شيرلي تيمبل، يعني دلع اكتر من كده ما فيش. عمتي اللي كانت ساكنه معانا في البيت، طنط أنيت، كانت بيانيست بتعزف كويس جدا بيانو، وكانت أستاذة ممتازة درس بيانو في البيت، كان البيانو طول اليوم، صوت البيانو طول اليوم في البيت. كمان من الذكريات الظريفة وأنا عندي 9 سنين كده، ناس أصحاب جابوا لي هدية، حمامة صغيرة بيضة وعليها خط أسود كده ظريف، وسميتها فيفي. فكان في حاجة ظريفة جدا، كل ما اروح العب بيانو، البيانو كان في الصالون، والصالون باب الصالون يدي على البلكونة، فكل ما اروح افتح البيانو بس واقعد، تيجي في بقى تيجي بسرعة بسرعة، تيجي لي لغاية البيانو وتلف كده، تعمل لفة كده وتقول رو 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 رو. يعني الموسيقى كانت بتأثر على عليها. دخلت بقى كونسرفاتوار خاص اسمه كونسرفاتوار تيجرمان. تيجرمان ده كان بولندي، بيانيست ممتاز، فنان كبير، ودرس مع أكبر أساتذة في أوروبا. فجاي من بولندا عشان يهرب من البرد اللي هناك، وعشان الدكاترة نصحوه إنه يبقى يعيش في بلد فيها دفى وحر. الأستاذ كان بيحبني قوي وساعدني من ناحية الموسيقية وفهم الموسيقى، لكن هو نصحني أسافر برضو إيطاليا بالذات، عشان مدرسة البيانو كويسة، وكنت محتاجة أراجع شوية تكنيك.
ودرست على العموم في كونسرفاتوار سانتا شيشيليا، كونسرفاتوار اسمه سانتا شيشيليا عشان هما بيعتبروا انه القديسة سيسيليا كانت موسيقية، فهي عشان كده سموها سانتا شيشيليا. بعد كده طبعا قعدت 5 سنين، طبعا كان تعرفت على موسيقيين اجانب كتير هناك، انجليز على تلاين على من، كان جو ظريف. وقابلت ناجي الحبشي عازف الشيلو المشهور، بس دلوقتي عايش في السويد وما بقاش بيجي كتير. تعرفت عليه هناك ومع كل ومصريين تانيين كمان. فلما رجعت مصر رجعت، وهو جه بعدي ب3 سنين عشان هو كان بيكمل الدراسة، راح واخري هناك. جه بعد 3 سنين هنا في مصر وكوننا مع بعض دويتو، يعني ثنائي تشيلو وبيانو. بعد ما خلصت الدراسة هناك اضطريت ارجع بقى، اهلي قالوا لي لازم ترجعي بقى، 5 سنين كتير قوي. بس كان في الوقت ده كان وزير الثقافة ثروت عكاشة، واللي بقى عميد الكونسرفاتوار اللي بنى كونسرفاتوار القاهرة أبو بكر خيرت قابل عمي في أتوليه القاهرة، وقال وعمي كلمه عني فوافق إنه إيه أشتغل في الكونسرفاتوار من أوله، يعني من سنة 1959-60. فلما رجعت ابو بكر خيرت كان محضر لي كل حاجه، الورق وكله، و ابتديت ادرس في الكونسرفاتوار. كنت اول واحده، اول مصريه بتدرس، كلهم كانوا اجانب، تلاينة على يوغوسلاف على ارمن على. بعدين انا بقى كنت عايزه ابتدي اعزف قدام الجمهور، فقلت لابو بكر خيرت من فضلك نظم لي حفله حاجه، فنظم لي حفله في اتوليه القاهره. الحقيقة كانت حفلة ظريفة جدا، حلوة ناجحة، وعزفت له لأول مرة في مصر. هو كان مؤلف، أبو بكر خيرت كان مؤلف غير إنه كان عميد الكونسرفاتوار، وعزفت له عمل اسمه بوام بور بيانو في الحفلة دي. وأنا الحقيقة كمان اهتميت قوي بالأعمال البيانو للمصريين، الأعمال الجديدة اللي هي فيها روح مصرية أو عربية، بس إيه بأسلوب برضو بالتكنيك الغربي. لما جه ناجي بقى الحقيقة كانت بداية حلوة ظريفة. كنا بنتمرن في المركز الثقافي السوفيتي وقت ما كان في شارع جلاء، وكان مدير الفني للمركز كان اسمه عزيز الشوان، مؤلف موسيقي مصري معروف من الموسيقى المتطورة المصرية. أنا كنا بنتمرن كل يوم، فجي يوم شاب كده طويل كده ظريف أسمراني وشايل ورد معاه، جي وبعد ما خلصنا البروفة جي أدالي الورد، كان هو الفنان أحمد فؤاد سليم. فبدل ما يدي الورد لعزيز الشوان عشان كان عيد ميلاد عزيز الشوان، أدالي أنا الورد. كانت البداية يعني، فعزمني على الغداء وكان باين عليه يعني جد جدا، شخص جد جدا، هو كان إنسان مثقف جدا 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 وفنان للأكل. المهم بقى الحقيقة ما اتجوزناش على طول، بعد 5 سنين، وفي ال5 سنين دي كان عندي حفلات مع ناجي، كنا دايما مع بعض الثلاثة، وهو شجعني قوي ودخلني في الجو، جو انا ما كنتش متعوده عليه، وفي وسط انا ما كنتش متعوده عليه. والحقيقه انا هو اللي عملني يعني، هو فنيا عمل مني حاجه. هو قال لي كمان مره، قال لي انا هعمل منك بيانيست كبيره. كان حقيقة فترة حلوة قوي، الخطوبة كانت جميلة جدا، كنا في وسط موسيقيين كتير، وكان بيكتب شعر، كتب عشان شعر كده اسمه مرسال، وطبعا رسم لي لوحات كتيرة بس من خياله، عمره ما قال لي اقعدي كده وارسمك، هو كده كان من الذاكرة. بعد وقت اقول له ده مش شبهي، قال لي لا شبهك. هو شايف احسن مني.
قد كده يعني، هو الحقيقة اللي حبيني الأول جدا يعني. بس أنا كنت شايفة حاجات كتير، أولا كنت بقوله أن أنت أسمراني أول كده، أنا مش متعودة أسمراني. وبعدين مسلم، أنا ما كنتش متعصبة لكن يعني برضو صعب، لكن قد كده حبيني وساعدني. أنا حبيته طبعا بعد كده كتير قوي، وبعد موته أنا يعني زي كده. بعتبر انتهت حياتي. كانت حياة جميلة قوي مع أحمد، كلها فن وموسيقى. هو كان بيحب موسيقى عشان كده قربنا لبعض، فإحنا بنمثل الوحدة من الناحية الفنية، والوحدة من ناحية الديانة، والوحدة في كل حاجة، في أفكارنا وفي... هو كان بيحب الحق زيي، وبيحب جد زيي، رغم أن أنا بحب أهزر قوي يعني، بس أكتر منه، بس أحب الجد والحقيقة والإخلاص وكل ده. وأنا كنت مخلصة له لمدة تزيد عن 45 سنة، 46 سنة معاه. كان في طبعا زي اي جواز في يوم عسل ويوم بصل، لكن العسل كان اكتر. قبل ما يتوفى بكام يوم كنت بعد مش فاكره زي كام شوبان ولا ديبيسي، فبيقول لي حلو قوي اللي بتعزفيه ده مرسال. مش هنسى الكلمتين دول. عايشه عشان بنتي طبعا، وعشان تلامذتي برضو، عشان الموسيقى وعشان تلامذتي. طول ما انا اقدر ادي حاجه من خبرتي وكده انا سعيده، بس من غيره مش سعيده. كفايه كده. الكنيسه اللي هنا دي جنبي هنا ورا كنيسة كاثوليكية، وأنا كاثوليك. فيوم الخطوبة يعني يوم ما عملناش خطوبة، لكن يوم يعني راح عند أهلي ووافقوا طبعا، تاني يوم قال لي تعالي مرسيل أنا هحط لك الدبلة في الكنيسة. كان عايز يبسطني أو يريحني أو حاجة. فروحنا فعلا الكنيسة اللي هنا بالذات دي اسمها كوردييزو، وحط لي الدبلة يا حرام. فصدفت انه لقينا الشقه برضو قصاد الكنيسه. بنتي اميره الوحيده اللي عندي، واحمد الله يرحمه قال لي اذا لما كنت حامل قال لي اذا جبتي ولد مش هربيه، عايز بنت، وربنا بعت له بنت اموره وموهوبه. والدتي الله يرحمها قبل ما تموت يعني كانت في سريرها وحي، خلاص كان فاضلها كام يوم. فخالتي قالت لها لازم تباركي جواز مرسيل مع أحمد، مع أنها رهبة ما رفضتش الجواز، بالعكس قالت لماما مدام هما بيحبوا بعض لازم تباركي لهم. وفعلا ماما باركتنا حرام، حتى اليوم ده أحمد جاب لها ورد جميل روز مختلف، أصفر أحمر بامبا، أنا فاكرة كويس أوي. دي لحظات جميلة يعني في حياتي يعني. الفرح بتاع أحمد وأنا الحقيقة كان أوريجينال خالص يعني، مختلف شوية عن الأفراح التانية. أفتكر رحنا المركز الثقافي تشيكوسلوفاكي عشان هو كان بيشتغل هناك مسؤول عن الثقافة، عن نشاط الثقافة. وصينا حاجات عند جروب حلوة وتورتات ثلاثة، واحدة كبيرة مع العريس والعروسة، واتنين أصغر، وشوية حلويات وحاجات كده على قدنا. بس عزمنا ناس كتير كتير قوي. وهو بعدين في الصورتين اللي هنا عملنا صور كتير، بس مع الأسف
الشقة هنا المنطقة دي في 81 اتحرقت، فصور كتير راحت، فضل اتنين كده صغيرين هنا بيحطلي الشاب وبيبصني هنا وهنا بقى. فالمهم بقى فجأة جت أصحابه جابوا رقاصة، وأنا قلت ما بحبش الحاجات دي، بس بقى كانوا مبسوطين، وبابا كان معايا بقى وداخلين كده، وأنا لابسة فستان قصير ما كانش طويل بس ظريف كان على قدنا. المهم بعد شوية أحمد قال لي يلا أنتي هتطلعي من باب اللي ورا مع أصحابه، ورحنا الاستوديو بتاعه اللي كان في شارع قصر النيل في الوقت ده. رحنا الاستوديو بقى نهيص بقى هناك بقى، يلا حلويات على حاجات على ويسكي على بتاع، وانبسطنا قوي قوي قوي. بس يعني انا بلاين كانت كان جواز اوريجينال، مش بسيط لكن كله سعاده حقيقه، يعني ما حاجه ما تتنسيش خالص. هنا في شويه صور ظريفه برضو، ده احمد وانا ايام الحب. اهو دلوقتي عندنا هنا كمان صورة ظريفة، أول بيانيست. دي بنتي، بنتي علمتها بيانو وهي يا دوب، مش علمتها بيانو، خليتها تعزف على البيانو عندها أقل من سنة، 11 شهر. أميرة. بس هي فضلت الغنى، يعني في المستقبل بقت مغنية أوبرا. الصورة دي في سنة 85 في أكاديمية المصرية في روما. كان أحمد عنده معرض وأنا كان عندي حفلة، وأميرة معانا هنا كان عندها 9 سنين. الصورة حلوة أو مكتوبة هنا أكاديمية روما. الصورة دي على البلاج الشطبي في اسكندرية لما كان البلاج لسه في حالة كويس نظيف يعني، وهنا بنتي عندها 6 أشهر عاملة زي العروسة. هنا في صورة بقى تذكارية هايلة في تشيكوسلوفاكيا، الحكومة التشيكية دعتنا نزور تشيكوسلوفاكيا، وأنا قدمت حفلة هناك. أهو ده البوستر في الشارع، في الشوارع. كل شوارع براغ العاصمة دي الحفلة اللي عملتها ريسايتل لوحدي، وده معرض أحمد، كنا احنا الاثنين فوق يعني البوستر، يعني معلقين البوستر بتاعي، البوستر في الشوارع يعني جنب بوستر احمد. اهو ده البوستر بتاعي اهو، وده بوستر احمد. الاستوديو ده بتاع الفنان احمد فؤاد سليم، انا حولته لجاليري صغيره طبعا، وعلقت اللوحات الجميله دي. وبالنسبه للوحات اللي ورايا هنا دي اخر اعماله، يعني اخر 8 اشهر 6 اشهر كده، تحسي بالبحر برضو شويه كده. عندي في سنة 82 مع الأسف، فطبعا أحمد حب يحتفظ بالقلب البيانو اللي عامل زي الهارب كده، وعمل منه زي تمثال ونضفه ولونه شوية، وحتى حاطط قلب عشان قلبنا معايا على طول البيانو ده، وشريطة حمراء. الحقيقة كانت فكرة ظريفة منه، يعني ده كان بيانو أحسن ماركة بيرشتاين. دي من اللوحات اللي بحبها جدا في سنة ايه 89. دي كانت مجموعة جميلة كلها راحت، يمكن دي اللي فاضلة يمكن او اتنين كمان. اللي عجبني فيها الازرق ده، ازرق زي ازرق البحر والالوان، فكان بيقول لي احمد انا ما اعرفش بعمل اللوحة وما اعرفش ازاي طلعت كده، تيجي كده تلقائيا جميلة مش كده. Thank you.
اللوحة دي برضو اللي بحبها جدا جدا، دي في 78 بقى. كان في فترة أحمد كان عمل أعمال كتيرة كده بال عن الخط العربي، بس على طريقته يعني طريقة مودرن شوية، فيمكن يكون في شوية حاجات كده تحسسك بالخط ولا حاجة كله هنا. فدي لوحة يعني في ناس عايزة يمكن تاخدها، وأنا زعلانة الحقيقة عشان أي لوحة لأحمد بتروح زي كأنها حتة مننا راحت، وبزعل جدا. دي آخر لوحة من المجموعة دي، عملها بما يدخل المستشفى بيومين ثلاثة، وأنا فاكرة هو حطها قدامه كده بعيد شوية وقال لي مرسال اللوحة دي ما خلصتش، هكملها بكرة إن شاء الله. فطبعا دخل المستشفى على طول بعد كده وما قدرش أكملها، لكن أنا بلاقيها جميلة كده برضو وما مضاش كمان، وهحتفظ بيها طول حياتي، وبنتي برضو هتحتفظ بيها. ده أول ملف عندي، ده من سنة 60 لما رجعت من إيطاليا، من دراستي في إيطاليا. أول حفلة عملتها في القاهرة في أتلية القاهرة، ستينات أهو، 63 62. وبعد كده أول حفلة عملتها مع قدمتها مع أوركسترا سيمفوني القاهرة، في عام 64، في 18 يناير 64، وقدمت عمل جديد خالص لعزيز الشوال، المؤلف عزيز الشوال، كونشيرتو نمبر 1 نمرة 1 للبيانو أوركسترا، وهو صورتي مع الشوال، هو بيسلم عليا بعد الحفلة، وهنا كمان اهو دي أوضة اهو. كنت بعزف تشامبر ميوزك موسيقى الحجرة مع عازفين الأوركسترا، كان معظمهم من تشيكوسلوفاكيا في الوقت ده، كان في صداقة جامدة مع تشيكوسلوفاكيا ومع روسيا في الوقت ده. الافتتاح سيد درويش، كان بعد حرب 67. قلتيلي في مايسترو كبير جه. ايوه مايسترو كبير جه اسمه شارل مينش، فرنساوي، ومن دلوقتي طبعا توفى، ده كان كبير من اهم القادة يعني الحقيقة. وانا اشتركت في الافتتاح لقائد سيد درويش، كان برضو بيقدموا عمل برضو لسانسانس، وكان في دور للبيانو وللأورج، انا قمت بالدور البيانو. ففي اخر الحفله المايسترو ندهلي كده من بعيد بندالي عشان ايه اسلم الجمهور، فقدمت يعني رحت قدام خالص وقدمت سلمت الحفله يعني. نعم كانك بطلت. ايوه الحقيقه انا كنت سعيده جدا. دي اللي في مسرح الجمهورية، دي آخر حفلة عملتها، آخر حفلة قدمتها مع أوركسترا سيمفوني في 89 أهو. دي الآخر حفلة دي، يوسف السيسي مايسترو، يوسف السيسي والمايسترو بتاع المسؤول عن الكورال ألدو مانياتو. Thank you.
في الستينات والسبعينات كفيف، ده برضو أثر الحريق. كان في مركز ثقافي تشيكوسلوفاكي، كنت بقدم تلامذتي دايما هناك يعملوا حفلات. دول الصغيرين دول بقى في السبعينات ايام ما كان عندنا في الكونسرفاتوار قسم غير نظامي، فكانوا بيجوا لنا البيت، او المجموعه دي كلها كنت بشرح لهم الموسيقى اللي بيعزفوها ازاي يقروا النوتة وكده. دي منال كانت ممتاز، بس مع الاسف ما كملوش البيانو. دي منال ودي ليلى ودي هالة ودي فاتن ودي رغدة ودي مارسيل. غدا شاكر دلوقتي مدرس استاذ مساعد في كونسرفتوار، ونسرين شمس وسونيا سليم وانا. دي حفلة قدمتها في الأوبرا مع الثلاثة دول تلامذتي، قدمناها في المسرح الصغير في الأوبرا، وعزفنا حاجة اسمها تمن أيدي، كنا أربعة. تمن أيدي عمل لسان سانس، مؤلف فرنسي سان سانس. في الكونسرفاتوار في قاعة أبو بكر خيرت، القاعة اللي بنعمل فيها حفلات وكده. فطبعا انا هنا وميرات حنا اللي خدت جايزه الاولى في مسابقه روما الدوليه السنه اللي فاتت، ودي هويده حماد بتشتغل في عمان بقى سنوات كتير، ودي ايمان سامي الاستاذه دلوقتي ووكيله المعهد، وغاده شاكر. كل دول اتخرجوا على ايدي. ياسر مختار ده كان تلميذي برضه في الكونسرفتوار، دلوقتي بقى استاذ كبير في المانيا في برلين، عزفنا حفلات مع بعض كتير قوي دويتو، يعني فور هاندز اربع ايدي واتنين بيانو برضه. أنا بدأت أعزف بيانو، بدأت أتعلم بيانو من وأنا عندي 7 سنين، وبدأت البيانو مع أستاذتي العظيمة رائعة أستاذة مارسيل ماتا في معهد الكونسرفاتوار. وطبعا بالنسبة لي كطفلة مكنتش أعرف أي حاجة عن الموسيقى، هي علمتني كل حاجة من البداية، مش بس عزف البيانو كآلة وكحرفة، لكن هي علمتني الفن كله على بعضه، علمتني وجهة نظر في الفن وفي فلسفة فنية في الحياة كلها، علمتني حاجات كتير. لما ابتديت اخرج برا مصر وابتديت اعزف قدام مدرسيني برا او ناس تانيين، تعليقاتهم كلها كانت انتي درستي بس في مصر، طيب هي استاذتك مصرية، يا طب اكيد معنى كده ان مستوى في مصر رائع، ده الاساسات كلها عندك رائعة، فهمك للموسيقى مختلف. فدي كانت حاجة مشرفة جدا ليا، اولا ان انا اقول لا انا استاذتي مصرية واستاذتي فعلا هي اللي عملت فيا كل ده. Thank you.
كنت ابتديت وانا صغير اهلي خدوني اتعلم كمانجه، وبعد كده هو بعد فتره مش عارف قد ايه انا كنت صغير ساعتها، فروحنا عند احمد فؤاد سليم ومارسيل متى، كانت ماما صاحبتهم فخدتني عندها عشان تشوف اذا ينفع اعزف بيانو مع الكمانجه. طبعا بعد فتره من الدروس مع مارسيل متى قررت اسيب الكمانجه خالص واكمل في البيانو. هي كان عندها ايمان فيا وانا كنت حاسه بده، فكان مشجعني وكان مخليني عايزه اعمل حاجه بس، وده بعد كده تطور العلاقه، بعد كده خلاها علاقه كمان مش بس ما بين تلميذه واستاذه، بقت علاقه بنت ومامتها، فالعلاقه دي علاقه مختلفه جدا، علاقه فريده في حياتي. لما تبقى صغير وتروح تبتدي تعلم اله بشكل المفروض اهلك يعني عارفين انه هيبقى شكل حرفي او بروفيشنال، بيبقى عندك ام في البيت وعندك ام بتاعت البيانو. ام بتاعت البيانو دي هي كل حاجه ليها دعوه بتخصصك بالاله اللي انت فيها، الحاجات اللي هتعزفها، الحفلات اللي هتعزفها، هي مسؤوله عنها بشكل رسمي وغير رسمي. فهي مارسيل متى من اهم حاجه واجمل حاجه فيها انها هو ده الدور اللي بتاخده. هي دايما تحس حتى بتسميهم ولادي بتوع البيانو يعني معتبرهم خلاص انها متبنياهم في البيانو. زمان وانا صغير عملت مسابقه بتاعت وزاره الثقافه، مش فاكر سنه كام حقيقة، بس كان عندي يمكن 11 سنة أو 12 سنة. المهم اخذت الجائزه الاولى في المسابقه دي، وكان عندنا في كميه حفلات بيدوها لنا عشان نعزفهم بعد المسابقه. فاثناء التجهيز للحفلات دي حصل عند مارسيل متى في البيت واحمد فؤاد سليم حصل حريقه، حرقت كل البيت، البيانو، النوت، كل حياتهم واعمالهم اتحرقت في ليله واحده. فطبعا الوضع كان صعب جدا بالنسبه ليهم كلهم، لانه كان لازم يروحوا يباتوا عند ناس ثانيين يلاقوا مكان تاني يسكنوا فيه لحد ما الموضوع ده. في الاثناء دي كانت مارسيل متى ما فيش ولا بروفا ولا درس بتفوته. تيجي لنا مصر الجديده على الزمالك تحضر البروفات، تقعد معايا تشتغل، يعني هي الاخلاص بتاعها في التدريس ملوش علاقه انه دي عندها شغلانه بتعملها او دي مهنه، هي دي حياتها، البيانو، الموسيقى وتلامذتها. فانا يعني اول حاجه بشكرها، وهي بتفضل امي بتاعت البيانو. وانا عندي 9 سنين استاذي في البيانو نقلني الفصل مارسيل متى، كان مستواي في البيانو وحش، كنت اخرج من المعهد. بحب قوي تلامذتي، بحبهم جدا وهم اولادي، بعمل كل اللي اقدر عليه عشان اعلمهم كل حاجه، العزف والحياه كمان، عشان البيانو الموسيقى بتعلم الاطفال يعني على حاجات كتير قوي. مارسيل قالت لي عشان تفهم المزيكا لازم تحس بكل نوتة، كل نوتة حرف. انت لما بتعزف كأنك بترسم لوحة، لما بتعزف كأنك بتشكي. لما تعزف مقطوعة حزينة كأنك بتتألم، لما تعزف مقطوعة رومانسية كأنك بتكلم حبيبتك. خلي البيانو لسانك. أول مرة أدخل بيت مارسيل حسيت إني في متحف، عشرات اللوحات، مزيكا في كل مكان. مئات الكتب. مارسيل قدرت تخليني أحس بالموسيقى. والموسيقى يعني السعادة.
قوي كذا مرة وكان بيحب مصر قوي، فكتب كونشيرتو اللي هو رقم 5 وسماه ليجيبسيان يعني المصري، واستعمل فيه ألحان شعبية حلوة قوي قوي الحقيقة، خصوصا في الجزء الثاني في الحركة الثانية، واللي كان بيقود شعبان أبو السعد، ده كان درس في روسيا ورجع من روسيا ويعني كان صديق كويس واشتغلت معاه كتير، كانت حفلة ناجحة جدا كده. رحت لبنان في 75 أنا عزفت لوحدي، دي مهمة دي اهو 75 مارس 75 وده البروجرام. أمسية مارسيل متى أسلوب خاص في البيانو، ريسيتال لوحدي، بيانو سولو والكورال وأوركسترا لبيتهوفن مع قائد النمساوي ليتشاور فرانز ليتشاور. تاريخ ايه يا ربي؟ 31 مايو 69. وبعدين هنا دي حفلة عملتها هايدن، عزفت هايدن هنا كونشيرتو هايدن وقائد سيد درويش مع القائد المصري عبيد احمد عبيد، عزفت مع كل المصريين على فكرة. انا كنت احب دايما اقدم الاعمال الجديدة للمصريين عشان يعني انشر الموسيقى المصرية، ده اهم حاجة. سيمفوني كان مستضيف المايسترو ليتشاور من النمسا لمدة كام سنة كده. فاللي عايز أقوله في الوقت ده كان المدير بتاع الأوبرا واللي كانوا بيديروا الأوبرا والسيمفوني كانوا كلهم أصحابنا وأصحاب أحمد زوجي، فكان هما عرضوا عليا اني اعزف الفانتازي بتاعت بيتهوفن للبيانو وكورال واوركسترا لاول مره، تعزفت لاول مره في مصر حقيقه. فهو اللي كان بيقود ليتشاور، هي كانت حفله ناجحه جدا. وبعد كده نفس الفانتازي دي اشتغلت مع يوسف السيسي ومع جيكا زلافكوفيتش واحد يوغوسلافي برضو، كل ده في الستينات. كمان كنت بعزف بارت البيانو في كارمينا بورانا بتاعت كارل أورف، وكذا مرة عملتها في دار الأوبرا، وكان كام يوم كده قبل حريق الأوبرا كانوا بيقدموا كارمينا بورانا وكنت بعزف هناك في 71. جالنا تليفون من الساعة 5 الصبح، مش فاكرة مين بالظبط، حد من الموسيقيين يقولولنا الحقوا الحقوا لازم تروحوا تشوفوا الأوبرا بتتحرق. فنزلنا جري ولقيناها فعلا مولعة خالص، والخراطيم المية مخرومة، فالمية بدل ما توصل فوق كانت على الأرض، توصل فوق ضعيفة جدا. أحمد قال لي
شوفي اهو المخرج حسين كمال وكان في حاله وحشه قوي تقريبا بيعيط، كلنا كنا بنعيط على ليه تاريخ مصر رأي التاريخ والثقافه المصريه والموسيقى سنوات من الفن يعني خساره كبيره. ده كان بيتنا بيتي وبيتنا احمد وانا كمان دايما هناك. يظهر حاولوا ينقذوا حاجات ومش كتير يعني. وكمان جه يوم احمد جاب لي هديه بيقول لي شوفي اهو رجل كرسي الاوبرا. كان المبنى فعلا بيقولوا لك زي اوبرا باريس على صغير يعني. واقفه بقى جنب احمد بقول له شوفي يا احمد هيتحول لجراج، المكان ده هيبقى جراج. وفعلا حصل. احنا لما جينا نسكن هنا طبعا المنطقه كانت هاديه عن كده، وكل سنه اوحش بيزيد المحلات بتزيد وحاجات ودوشه مش زي الاول. وكان انضف كان صحيح ان الحته دي كويسه يعني اللي فيها جنب النقابه وجنب الكنيسه وده، لكن قدامنا بقى في ورش فيها ميكانيكيه كتير وما كانش كده ابدا. وكل محل يفتح بتاع قطع غيار عربيات والشوارع مكسره بسبب الميه اللي بيرموها كل شويه عشان الحر، الدنيا حر فيرموا ميه يملوا الشارع ميه، والنتيجه ما اعرفش امشي في الشارع هنعمل ايه. وبعدين جنبي شارع طلعت حرب اللي هو سليمان باشا الشارع الجميل بتاع زمان العمارات الجميله وقت الخديوي وكده، برضو الشارع باظ طبعا. وبالذات دلوقتي اخر ثلاث اربع سنوات مليان بياعين متجولين يعني، و البضائع على التروتوار وفوضى اخر فوضى. ما بحبش انزل من البيت عشان اشوف الفوضى. الأوبرا دي اسمها لاكمي، ده اسم باللغة الهندية يعني الفتاة. واللي مؤلف الأوبرا دي مؤلف فرنساوي اسمه دليب، وبنتي أميرة السوبرانو غنت في فرنسا في مدينة اسمها سانت إتيان الأوبرا دي، كبطلة في الأوبرا دي، وطبعا خدت نجاح فظيع. كل كام يوم كده اسمع اميره ببقى سعيده عشان هي مش يعني عايشه في باريس وحياتها هناك بقى ومستقبلها.
من 2001 وهي في باريس. مش سهل ان الواحد يبقى عنده ام بتدرس عموما وكمان بتدرس آلة موسيقية، محتاج ان يبقى فيها نوع من انواع البرفكشن، المثالية في العصر. هي فعلا علمتني يعني ايه روح الموسيقى وازاي المس روح الانسان عن طريق الموسيقى. انا مخصوصة جدا، بالنسبة لي ثروة كبيرة، بس ورث يعني انا بحمله جوايا. مش يعني ما اقدرش اقول لامي غير اني بموت فيها وبحبها، احلى ام في الدنيا، وحظي يعني من السماء. واي ثينك ان كل الناس يعني تتمنى يبقى عندها ام زي مرسل مات. ام شور لما بسمع انه في ناس، بعض الناس بيقولوا ان الموسيقى حرام، حقيقة انا بزعل جدا. الموسيقى بتقرب لربنا عكس الناس اللي بيقولوا انه حرام، بالعكس، عشان بتبقى مركز كده وفي تأمل. ترفع الروح لفوق. في الأول أنا وشباب صغيرة كنت بفضل أعزف باخ وموتزارت وكده وبيتهوفن. لما كبرت بقى فضلت، يعني مش فضلت، حبيت قوي أعزف شوبان وبرامز وشومان، الموسيقى الرومانسية، عشان أقدر أعبر عن العواطف والحاجات دي. الرومانتك حاجة تانية، في حلم أكتر وإحساس أكتر وحرية في الأداء أكتر من الكلاسيكية طبعا. أنا طول عمري بفضل أعزف مع أوركسترا يعني عن تقديم حفلات لوحدي سولو لوحدي لمدة ساعة وربع ساعة ونص، علشان أولا بيبقى اختيار مؤلف واحد والمدة مثلا 35 دقيقة، لكن ريسيتال كامل بقى بيبقى أصعب، التركيز فيه أصعب. ليه؟ عشان بقدم كذا مؤلف وكذا قطعة مختلفة في الأسلوب والأداء، فيعمل لازم البيانيست فعلا يبقى متمكن جدا ويفهم كل مؤلف، يتقمص كل شخصية، ممكن أقول شخصية ده المؤلف، وروح كل قطعة
وأسلوبها وأدائها، وكل قطعة لها تكنيك معين. اسم مدام مارسيل ماتا مرتبط بالبيانو، مرتبط بالموسيقى، مرتبط بالكونسرفاتوار، مرتبط بالتدريس الموسيقي. وانا اعرفها الحقيقه من ايام المعهد، من ايام ما كنت طالب في المعهد، وهي كانت دايما موجوده كاسم كبير. عزفت حفلات كتيره ودرست تلامذه كتار، النهارده بحياتهم بيمارسوا الموسيقى في جميع انحاء العالم الحقيقه. يعني الأسامي اللي درست مع مدام مارسيل موجودة في ألمانيا، موجودة في بلاد كتيرة جدا. والحقيقة بعتز جدا بمعرفتي بيها لأنها إنسانة ممتازة. أيام وأنا أوعى على البيانو والموسيقى والحالة الموسيقية في مصر، وأنا شايف اسمها سواء كانت بتلعب ولا حد بيقابلها في الكونسرفاتوار، أو يعني فالارتباط ده ارتباط طويل جدا، يعني بقاله مدة طويلة جدا. يعني هنتكلم على أكتر من 50 سنة دلوقتي. هيا أنا ما بفضلش مؤلف عن التاني. مثلاً أحب العصر التأثيرية زي ديبيوسي. بموت في ديبيوسي. لما بعيش القطعة كده وبتبقى متعة الحقيقة. الموسيقى جميلة، وحتى لما بعزفش ببقى المزيكا في مخي على طول، بفكر فيها وبعدين بفكر أعمل إيه بعد كده، أحسن القطعة إزاي، يعني أختار قطعة إيه. يعني موسيقى جميلة الحقيقة. دلوقتي في سني ممكن أعبر أحسن من زمان، لكن زمان يمكن كان عندي قوة أكتر. هنعمل إيه، هي دي الحياة. في تسجيلات كتيرة موجودة أكيد عن الحفلات اللي عملتها في الأوبرا القديمة وفي المسرح الجمهورية، بس مع الأسف ما عرفتش أجيبها خالص. سألت في الأوبرا الجديدة قالوا لي ما فيش غير تسجيلات الأوبرا الجديدة، لكن حاجات القديمة مش موجودة. وطلبت من الناس يسألوا في الإذاعة إذا كان في حاجة، عشان كانت الإذاعة بتسجل. قالوا لي ده استحالة، ده صعب جدا، وكمان بعض اوقات بيسجلوا على الشرايط فوق شريط وحاجات فطبعا انا حزنانة. ليه؟ عشان كمان زمان ما كانش فيه فيديو، يعني في الستينات ما كانش فيه بنستعمل فيديو ولا حاجات كده. وبعدين لما كنت بعزف دايما اقول ايه، انا عايزة مرة الجاية هبقى احسن. أنا عندي أمل دايما إن هبقى أحسن وأسجل بعد كده، لكن ما جاتش فرصة. بقى بعد ما فتحوا الأوبرا الجديدة مع الأسف ما عزفتش مع السيمفوني. أنا فوجئت من 15 يوم كده ولا 20 يوم، جالي مسج في اللابتوب بتاعي في الفيسبوك، يعني من واحدة اسمها مورا خالد. انا ما اعرفهاش خالص، بس بتقولي ان هي تعرفني وسمعتني في الثمانينات بعزف في الحفلات بتاعتي، وانها معجبه بيا جدا. وبس ونتحب، يعني سعيده انها بتشوفني في عندها اخبار مني وكده. بس فانا سعيده انه في ناس بتفتكرني لسه، مش كده ولا ايه؟ دي حاجه جميله. كانوا بيفتكروني مش مصرية. كنت بزعل الحقيقة جدا، بزعل عشان أنا بحب مصر. أنا ما أعرفش غير مصر، حتى إذا كان جدودي زي ما أنا قلت في الأول من لبنان، أنا ما أعرفش، ما عنديش، ما أعرفش لبنان، أنا أعرف مصر وبس. فكنت بزعل الحقيقة جدا. وبعدين قلت لهم أنا عربية أكتر منهم كمان، مش مصرية وعربية أكتر منهم، دايما أقول لهم كده. آخر مرة أعزف في الأوبرا في 2004
لما وليد عوني اللي هو مدير المسرح المسرح الحديث فرقة الرقص المسرح الحديث طلب مني أقوم بدور وأعزف موسيقى لشومان روبرت شومان وأمثل دور زوجته مراته اللي اسمها كلارا شومان اللي هي اللي نشرت موسيقى جوزها المؤلف الكبير روبرت شومان بعد وفاته هي اللي نشرت موسيقى بتاعته. فهو فكر انه ان انا اقوم بالدور ده ما كنتش عايزه في الاول بس اللي شجعني هو الحقيقه احمد قال لي ليه دي فرصه كويسه. ف كانت تجربه حلوه وكمان عملنا في العرض برضه في اسكندريه في مسرح سيد درويش ومرتين في القاهره. اهي الصوره دي هو اول مره امثل شويه على المسرح بمثل برضو شويه لكن معظم الوقت قاعد على البيانو بعزف وهم اللي كانوا بيجي اهو هو بيجي لي لقيت البيانو والراقصين الشباب اللي كان بيرقص كان بيجي جنبي برضو مرتين ثلاثة على المسرح واخر مره في الاخر اخر مشهد جميل قوي لما هو بيموت وانا بسنده هو بيموت كده في الاخر هو بيتجنن في اخر حياته شومان من كثرة حبه للموسيقى. الدكتورة مارسيل على مدار السنين هو ما خدتش حقها كفاية الحقيقة لأن أنا عايز أقول حاجة دايما فنانين الموسيقى الكلاسيك دايما بيكون الحق بتاعهم مهضوم في وسط المجتمع لأن إحنا في يعني في مجتمع مش غربي مجتمع مختلف فالتركيز فيه على الفنون بتاعتنا الرفيعة والكلاسيكية مش بيكون بالشكل الكبير فالحقيقة في أي دولة فيها شخصية زي الدكتورة مارسيل وبمقدارها كان لازم يكون يعني لها التقدير أكبر من كده طبعا ما فيش شك ولكن هنلاقي أمثلة كتير بهذا الشكل. حصلت محاولات يعني أخيرا يعني رشحوني في بعض للجائزة التفوق ما نفعش الكونسرفاتوار الأكاديمية مش الأكاديمية الكونسرفاتوار رشحوني في الجائزة التقديرية برضو ما سألوش خالص عشان الموضوع مش بتعمل كويس يعني مثلا الكونسرفاتوار ما بيطلبش مني ما طلبش مني أقدم مثلا كل الحاجات دي اللي انت شايفها هنا كل النشاط اللي عملته بيبعتوا بس ورقة ترشيح ويدوب كلمتين عن السي في صغير فالسنة اللي فاتت الموضوع ده ما نجحش وما افتكرش هينجح مش أصلهم صعب انا عارفه انه صعب اخد اي جايزه تقديريه اهم تقدير هم طبعا احمد جوزي كان اهم تقدير بالنسبه لي لما كان مبسوط يعني تقديره كان مهم تقدير التلامذه طبعا تلامذتي مره واحده زعلت بقى من قله التقدير في افتتاح الاوبرا الجديده دي بعد كل اللي عملته ده لغايه 89 من نشاط هو ما كانش فيه دعوه ما جاليش دعوه لحضور الاوبرا الجديده للافتتاح زعلت قوي اليوم ده وفي ناس تانية برضو ما جالهاش دعوات رغم انه كان في ممثلين دعوا الممثلين السينما واللي بتوع الاوبرا اللي عزفوا في الاوبرا القديمه دي كنت عايز اعزف كان في واحد كان ماسك الاوركسترا بقى بعد كده في الاوبرا كان ماسك اوركسترا سيمفوني مرضاش اني ما قبلش انه انا اعزف مع السيمفوني تاني ما عزفتش بعد كده مع السيمفوني من 89 بس انا بقى ما مرضتش اسكت يعني عزفت برضو مع اوركسترات تانية عزفت مع اوركسترا كونسرفاتوار مع اوركسترا اللي هو الخاص ده اوركسترا اماديوس واوركسترا اخناتون كلها تشامبر اوركسترا صغيرة ومع وفي الاوركسترا القلعه عشان انا يعني الحقيقه بحب اعزف مع اوركسترا حتى اكتر من الريسيتال بفضل اعزف بحب اعزف مع اوركسترا زعلت قوي ده انا يعني الموضوع ده يعني تعبني جدا انه ما كملتش العب مع السيمفوني ليه ده انا كنت الوحيده تقريبا المصريه اللي بعزف مع السيمفوني كان في رمزي بس وانا كمراه الوحيده طول السنين دي شوف لغاية افتتاح الأوبرا أنا الوحيدة المصرية الوحيدة بعدين يجوا بقى يفتحوا ده اللي زعلني أكتر حاجة زعلتني
لكن مش مهم يعني، الواحد بينسى الحاجة دي. اخيرا بس يوم المرأة، ايوه يوم المرأة، الحقيقة دكتورة ايناس عبد الدائم اللي فكرت يعني تدعيني وكرمتني وقالت كلام جميل قوي. كنت اتمنى يعني كان ممكن اسجل حاجات كتير قوي عشان عندي ريبرتوار كبير برضو. خلاص بقى يبقى بنتي بقى هتعوض كل اللي كنت عايز اعمله. وطبعا لما كنت صغيرة كنت بحلم ابقى بيانيست كبير وكبيرة ومشهورة ولف الدنيا. لكن انا سعيدة برضو، كانت حياة سعيدة بالنسبة لي الحمد لله.